من الأمثلة على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر خطير جدا خفي، قد يوصل بك إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. شرك الأصغر شابو بحنور، شرك الأصغر أبي زرنشوا بلش، أبي شركم شركم أكبر مخيشفنوش، أبي شابخ خمشش. نعم، من الأمثلة عليه أن يحلف بغير الله. زقورم تحيو أنو يوزي حامة يحلف بالنبي مثلا بغمبارجة تحيو أنو يوزي حو يحلف بأبيه بأمه بحياته سيادة سوء سيانة سوء جيئو. كذلك يقول لولا الطيار لسقطت الطائرة، الأصل أن يقول لولا الله وحده. يبسا أسلم بابشا زقورم جيئة بسا أسلم بابشا قحم يرولم دسر مخاوش تاما قحر قيخ وخنوت جزئم، أو يقول لولا الله ثم فلان، لا يساوي مشيئة الخالق بمشيئة المخلوق. يز قرم جيئة ألحر مخاما أبي وزجا مسمودة مخاما جيري ألحمرا تصخ قرمرا زمستم تريغوفو. وكذلك من الشرك الأصغر ما يصنع بعض الناس، ما يعلق بعض الناس على البيت أو على السيارة، يضع مثلا رأس حيوان، رأس ثور أو عين. نعم أبخم ياشش نوبة تخم فادزة مشنم فادزة ونم فادزة سسرة مغرى سبيخم يابشا ميراشحة أموليت من دليون جخوائر دعاجة وجخوائر، أو يضع نعل قديمة، حذاء قديمة، أو يضع خرق قديمة سوداء على البيت. يز قرش رابخة ونم خدنج جريخ ويفقش جريخ. لماذا تضع هذه الأشياء؟ ست آخر شاشر يقول حتى تدفع العين، تدفع الحسد ويبشامة تدفع الشياطين. زقورم نقص تري مغاخوان شحا زقورم يزران قيم جنشحا شيطانم يزران قيم جنشحا جاري جاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت، لديه دواب، لديه أولاد، لم يصنع هذه الأشياء. بيغمبارم صلى الله عليه وسلم ونا يقاش ونا غوي يقاش أش قرخري زريخواش يشوش تائم ودخر. الذي يحفظ لنا هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. أر زي أمشا يثر أبدس جخمر الحشوزاق وراش.